أول أول إشي اليوم المحاضرة هي عبارة عن جلستين، لأنه بدي أكمل 50 دقيقة وأنا الزوم ما بسمحني إلا 40 دقيقة. So مثل ما حكيت لكم today we're going to talk about the method of histological study. هاي الميثود ليست حكرا فقط على الهيستولوجي، بنقدر نستخدمها للأناتومي، للفسيولوجي، مايكروبيولوجي، but mainly in this lecture we're going to talk about it in the histological field. اللي رح نحكي عنها الهيستولوجي. هذا الدياجرام هنا بيبين عنا التيشو كومبوننت اللي هم الأجزاء الأساسية لأي تيشو. هسا أي تيشو بتكون من جزئين أساسيين اللي هم السيلز الخلايا والإكسترا سيليولار ماتريكس اللي هو كل شيء عدا الخلايا. هسا الإكسترا سيليولار ماتريكس بتكون من جزئين أساسيين، شايفين هاي الخطوط اللي هون إن كانت الحمراء ولا الزهر أو هاي دارك بلو، هدول كلياتهم بنسميهم فايبرز. سو الاكسترا سيليولار فايبرز سوري الاكسترا سيليولار ماتريكس بتكون من فايبرز والجراوند سبستانس. الجراوند سبستانس هو عباره عن الووتر كومبوننت ان اديشن تو ذا اورجانيك اند ان اورجانيك كومبوننت ذات ديسولف ان ذا ووتر. اوكي سو اذا اي نسيج بتكون من خلايا اكسترا سيليولار ماتريكس. اكسترا سيليولار ماتريكس بيحتوي على فايبرز، طبعا هذا كلياته رح نحكي ان ديتيلز لما نحكي عن الكونكتيف تيشو والابيثيليال تيشو، رح نحكي عن السيلز وعن الاكسترا سيليولار ماتريكس ان ديتيل. اند وي هاف الجراوند سبستانس اللي هو الووتر اند ايفرثينج ذات ديسولف ان ذس ووتر، طبعا إن كان هذا الإشي اللي ذائب بالماء organic or inorganic molecule is considered as a ground substance. أول إشي إذا بدنا نسوي أي تيشو أي histological procedure بدنا نأخذ عينة من التيشو، بدنا نأخذ عينة. هسا انت ممكن تاخد هاي العينة تكون على شكل أورجان كامل، مثلا انك تاخد مثلا القلب كامل، او بدك تاخد مثلا خلينا نحكي جزء من عضلة، حسب انت شو الاشي اللي بدك تعمله. هسا بما انه معظم التجارب بتتم على الحيوانات، فاحنا لما بنحكي عضو كامل احنا بنحكي مثلا عن قلب ماوس ولا رات، يعني اشي صغير. بس مثلا خلال اي عمليه جراحيه ممكن انت تاخذ سامبل من التيشو اللي من الهيومن تيشو وتستخدمه مثلا تو ستدي سيرتن ديزيز مشان دراسه مرض معين. طبعا بهاي الحاله انت ما بتقدر تاخذ القلب كله، انت بتاخذ سامبل او جزء صغير منه وبتسوي البروسيجر. فهاي البروسيجرز اللي راح نحكي عنها تقدر تستخدمها لاورجان كامل، وبتقدر بنفس الوقت تستخدمها لسمول بيس اوف تيشو. هسا الهدف منها انك تسوي سلايد مايكروسكوب. هسا اذا كل اكيد كلياتكم شفتوا مايكرو سلايد تبعت مايكروسكوب، التيشو اللي عليها جدا رقيقه ترانسبيرنس شبه شفافه، نقدر نحطها تحت اللايت مايكروسكوب والضوء اللي جاي من اللايت مايكروسكوب رح يخترقها، وبالتالي بتقدر تشوف الموجود داخلها. هسا هدول الخطوات اللي هون اللي هم عادة خطوات تحضير الميكروسكوب سلايد. أول إشي بدك تأخذ بيس اوف تيشو، طبعا مثل ما حكينا البيس اوف تيشو رح تكون عنا ثيك، رح تكون عنا سميكة، فالنتيجة النهائية إنك أنت بدك تحول هاي الثيك بيس اوف تيشو into a thin slide. هسا أول ما بتأخذ أي بيس اوف تيشو لازم تسوي لها فيكسيشن، وهسا رح نحكي واي. Then we have dehydration, clearing, infiltration, embedding وكل هذا الإشي اللي مش مفهوم والمحطوط قدامكم رح نحكي عنه in detail in a minute. بعدين بعد ما نسوي الإمبيدينج رح نستخدم certain instrument in order to create this. طبعا بعرف كل شيء still vague but لما نشرحه in detail رح تعرفوا كل هذا. مثل ما حكينا طرق تحضير الهيستولوجيكال سلايد تحتوي على الفيكسيشن الإمبيدينج and sectioning وبعدين الستيننج. شو يعني fixation؟ الفيكسيشن اللي هي عملية حفظ النسيج. هسا أنت أول ما بتاخد عنا piece of tissue شو ممكن يصير لها ال piece of tissue؟ ممكن يصير لها lysis إنه بدها تتحلل is going to be decay. يعني أنت أي قطعة حتى يعني لحمة عادية حطها برا أكم من يوم شو بتصير؟
تتحلل عنك بتخرب. اوكي سو احنا بدنا نمنع هاي الشغله. هسه اللايسس او عمليه التحلل بتيجي عنا من مصدرين. في عنا الاوتولايسس اللي بيجي عنا من الانزيم ذات لوكيت ويذين ذا سيلز الموجودات ويذين ذيس تيشو، يعني الخلايا الموجوده داخل هاي التيشو بتحتوي على انزيمات تبدا عنا عمليه تحلل النسيج بس ناخده، وكمان من الانفايرمنت اللي حوالين هذا النسيج البكتيريا is going to start another form of lysis، وبالتالي اذا تركنا هذا النسيج without fixation رح يصير له عمليه تحلل، وهي التحلل رح تكون عنا اي both اللي هو الاوتولايسيس and that the lysis that come from the environment. Any question؟ اي استفسار؟ هسه انت كشخص بدك تشتغل بهذا التيشو بتاخد هاي البيس بتيشو بتحطها بفيكساتيف ماتيريال. يعني اول ما بتاخد التيشو بيكون عندك وعاء زي هيك بيحتوي على ماده، هاي الماده رح تمنع تحلل النسيج. فكل اللي بدك تعمله تمسك هذا التيشو شايف ودروب، يعني بس ارميها بهذا الفيكساتيف in order to prevent lysis عشان نمنع عمليه التحلل، وبالتالي بنحافظ على المورفولوجي of this tissue. هسا احنا اذا صار عنا لايسس شو اللي بده يصير عنا؟ شكل الخلايا بدها تتغير، كل اشي داخل الخلايا بده يتغير، بالتالي ما رح نستفيد من النسيج، لازم نسوي له فيكسيشن مشان نقدر نستفيد منه والمورفولوجي تبعته تضل ثابت. هسا عملية الفيكسيشن بتعتمد على حجم النسيج. هسا إذا كان عندك النسيج صغير شو اللي بده يصير عندك؟ بس امسكه مثل ما حكيت لك وحطه بالفيكساتيف ماتيريال، المادة اللي بنستخدمها للفيكسيشن اسمها فيكساتيف. هسا مرات ممكن أنت تضطر تسوي فيكسيشن، شايفين الصور اللي عنا هون، لإشي أكبر من النسيج، مثلا إمبريو جنين، ممكن هذا كمان إمبريو بط ماوس إمبريو إن أليت ستيج، ومرات بدك تسوي فور أن أورجان. هسا إذا كان النسيج صغير بس سوي بيكون معك فورسيبس، بس سوي هول إن ذيس تيشو إن أوردر تو ألاو ذا فيكساتيف تو بنتريت ذيس تيشو. هسا إحنا إذا كان النسيج عنا خميل وحطيته بالفيكساتيف ماتيريال ما رح تستفيد كتير، لأنه الفيكساتيف ما رح تسوي بنتريشن تو ذا إنترنال بارت أوف ذيس تيشو، يعني ما رح المادة هاي تخترق التشو إلى الداخل. عشان تسمح لهاي المادة تخترق التشو إلى الداخل بدك تسوي ثقوب في هذا النسيج بحيث تسمح للمادة إنها تدخل. هسا إذا كان مثلا النسيج إمبريو صغير بالعمر سوي هول هنا بالبرين، وبالتالي هذا الثقوب رح يسمح للمادة إنها تدخل إلى داخل الإمبريو وتسوي له فيكسيشن. طب إذا كان كبير بالعمر مثل هيك وصار عندك سكال وصار عندك برين ما بينفع أنك تسوي ثقب هنا، فمثل هيك بدك تسوي عندك شو اسمه سلايد in the skin، يعني بدك تسوي عندك شقوق بالجلد عشان تسمح للمادة إنها تخترق النسيج. إذا كان عندك عضو مثل هيك، هسا إذا كان عندك أورجان أنت ما بدك تخلي بالمورفولوجي للأورجان، فشو بتعمل؟ تمسك الفيكساتيف ماتيريال بتحطها بسترنج، وبعدين بتسوي عنا بريفيوجن انترا فاسكولار بريفيوجن، يعني بتمسك السترنج وبتحطه بأي وعاء دموي وبتسمع وبتضغط عليه في المادة هاي الفيكساتيف تخترق النسيج إلى الداخل. Any question؟ بعرف الموضوع شوي صعب عليكم أول مرة بتسمعوا فيه. So if you have any question أو أي إشي مش فاهمين دكتورة. طب دكتورة مش زي هيك الثقوب لما نعمل ثقوب بالعينة، طب مش هيك بنخرب النسيج ولا عادي بضله؟ لا بضله مثل ما هو، انت ما رح تسوي ثقوب في كل النسيج، يعني ثقب ثقبين ما رح يخرب عندك النسيج كله. هسا مثلا طلع على هذا الامبريو الصغير، اذا انت الانترست تبعك انك تدرس البرين سوي ثقب بالتيل، اذا الانترست تبعك تدرس الفرنجيال ارتشس سوي ثقب بعيد عن الانترست اريا. تمام اوكي. اني اذر كويستشن تفضل دكتوره. ايوه الفيكسيتيف عند الهيرت بنحقنها حقن بالهيرت صح؟
بالهارت مثل هيك بتحقنها بأي وعاء دموي عندك ظاهر، بعدين بتمسك القلب كله بتحطه بالفيكساتيف، مش بس بتحقنها الفيكساتيف ماتيريال يعني لازم دائما تغطي النسيج أوكي؟ بس عشان تضمن إنها تخترقه للداخل برضو بتحقنها. بوسط دموي لازم يكون محلول دموي. كيف وسط دموي؟ عدلي إياها يعني فهمني إياها. انت حكيتي وعاء دموي لما بدي احكي وعاء دموي قصدي يعني ارتري فين، فهمت؟ فهمت عليك. اني اذر كويستشن دكتوره لو سمحت تعيدي السريع، بس تاخذ نسيج انت ما بدك اياه يتحلل صح؟ تمسك هذا النسيج وبتحطه بماده اسمها فيكساتيف او الماده الحافظه، هاي المادة الحافظة بتمنع تحلل النسيج، إما التحلل اللي رح يجي من الإنفايرمنت أو التحلل اللي رح يجي عنا من شو اسمه من الأوتولايسز من الأنزيمات الموجودة داخل الخلايا. بس in order في حد عنده صوت سيارات؟ دوشة. في دوشة، لو سمحتوا اللي ما بيحكي يسوي المايكروفون اوف اوكي، يسوي ميوت. anyway هسا اذا كان عندك النسيج سميك، انك تمسك هذا النسيج وتحطه بالفيكساتيف ماتيريال بتمنع اللايسس بس مش مجدية، لازم تسمح لهاي المادة انها تخترق النسيج الى الداخل. فهنا شو بتعمل انت؟ بتسوي ثقب في هذا النسيج او بتخلي حجمه كتير صغير. إذا كان عندك النسيج على شكل عضو، امسك المادة هاي الفيكساتيف حطها بسرنج وسوي انترافاسكولار برفيوجن، يعني امسك أي وعاء دموي وسوي برفيوجن لهاي المادة داخل الوعاء الدموي بحيث إنها تخترق النسيج إلى الداخل. هاي خلينا نحكي المختصر. أوكي أنا تفضلي. الفيكساشن له علاقة بالتحنيط كونه نفس المبدأ؟ نفس المادة له علاقة أساساً. الفيكسيشن هي نوع تحنيط. Any other question؟ دكتورة إذا سمحتي تفضلي. هلأ هون أصدقوا عن الفيكسيشن مشان نعمله دراسة صح؟ إنه مش مثلاً plantation إنه بدي أرجع أستخدمه. لا هسا تطل كيف بدك أمبلا هسا أنت النسيج هاد بدك ترجع تستخدميه للدراسة. مو لأنه مثلاً مشان مثلاً نعمل تجميد لخلية مثلاً وبعدين لا 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 هسا بدك تسوي تجميد للخلية، هذا ما بينفع. هسا بدك تسوي تجميد للخلية بتاخذ الخلية على طول بتسوي لها سناب فريز، يعني سناب فريز بتمسك الكيشو على طول وعلى ليكويد نيتروجين. اوكي هداك توتالي ديفرنت. وهداك لبروسيجر تانية ما لها علاقة بتحضير السلايدات، هداك مشان نستخرج منه دي ان اي ار ان اي الشغلات الديليكات خلينا نحكي. تمام اوكي. اني اذر كويستشن، معلش سؤال بس كريتيكال. تفضل. بالاستعدادات اللي قبل حكيت انه الثيك تيشو لازم نعمل سلايس مشان البيم لايت فيجوالايز كليرلي. هسا هون انا عندي ثيك تيشو، ولكن هل البيمز اوف لايت هون ممكن انها مثلا يعني ان انا اشوف بوضوح كامل بدون ما اضطر اني اعمل سلايس؟ لا هسا بدك تمسك هذا، بعدين بعد ما نخلص البروسيجر هذا الامبريو كله يا ترح يتحول لسلايدات. فهمت عليك. اوكي بس هاي الخطوة الاولى في تحويل اي تيشو لسلايد، يعني هذا بتقدر كله يا تسوي سلايدات وهذا كله سلايدات، واذا كان التيشو مكعب الشكل كمان نفس الاشي. فهمت عليك دكتور. اي سؤال اخر دكتورة؟ انا عندي. تفضلي. هلا لما نعمل فيكسيشن لعينه مثلا جنين وثقبنا راسه ما بيأثر عليه وبعدين بنكبه، يعني مش بس بنكبه عليه ما بيأثر على ايش؟ في حدا بيضحك، لو سمحتوا سووا يعني ميوت للمايكروفون عشان اسمع الاخرين. تفضلي عيد السؤال. هلا لما بنعمل فيكسيشن لمثلا جنين ونثقب من راسه عشان مثلا نطلع عينه معينه ما بيأثر عليه مثلا؟ ما بسيبه نزيف اذا في حاله؟ لا 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 لا, لا. لا هسا انت اول ما بتاخذ الجنين هذا مثلا انت بتسوي على فكره شيء اسمه blood drainage، يعني انت رح تقطع الحبل السري هون وكنتيجه كل الدم اللي فيه بتصفى قبل ما تبدي اي شيء. طب هيك بيموت؟ ما اساسا انت بدك تسوي سلايد مايكروسكوب انت بدك تقضي عليه اساسا، بعدين هذا ماوس امبريو.
مش المفروض ما بصير نعمل دراسة على الأجنة وزي هيك ولا كيف؟ لا هذا ماوس، هذا مش هيومن. لا هسا من الهيومن، إذا انتبهتي للي حكيته بالأول، ممكن تأخذي عينة من تيشو مثلا خلال عملية، خلال كذا إشي بسيط، مش تأخذي جنين. تمام شكرا. أوكي. هسا أنتوا لما بتكو تسوي الدراسة، مثلا أنتوا بتكو تسوي دراسة للقلب، بتأخذوا الحيوان الأقرب عملية الإمبريولوجي تبعة القلب للإنسان، أو عملية نمو القلب خلال الفترة الجنينية إيش أقرب للإنسان، وبتسوي الدراسة. بتكون تسوي دراسة لليوتيرس مثلا، للرحم. على فكرة الجيني بيج مثلا أقرب حيوان لرحم الإنسان، فبتختاروا الحيوان هو الأقرب للإنسان وبتسوي الدراسة عليه، ما بتسوي الدراسة على الإنسان. أوكي؟ اوكي دكتور. هسه الفيكسيشن مثل ما حكينا، لا مشان نسوي السلايدات، هسه الفيكساتيف ماتيريال بتختلف اذا انت بدك تسوي هاي السلايدات للايت مايكروسكوب او لالكترون مايكروسكوب. هسه الفيكسيشن عاده او الفيكساتيف ماتيريال بتيجي على شكل ليكويد، يعني هذا الليكويد جاهز ما عليك الا تديره وتستخدمه، او بتيجي على شكل بودره بدك تحلها. هسه ان كانت هاي ولا هاي يعني مش مطالبين انه الفورم، بس بدكم تعرفوا انه لللايت مايكروسكوب بنستخدم تو تايب اوف فيكساتيف ماتيريال، اللي هم 37% فورمالديهايد او 4% بارا فورمالديهايد. والتركيز مهم، لانه هذا التركيز اذا اختلف ساعتها حتى لو سويت سلايدات ما رح تستفيد منهم، لانهم ما رح يصبغوا معك بالنهايه. فتركيز الفيكساتيف جدا مهم. انت بدك تسوي فيكسيشن وبنفس الوقت تحافظ على المورفولوجي وكل شيء داخل الخلية صالح انك تستخدمه بعدين. هسا ال 4% بارافورمالديهايد تصلح للاثنين، لللايت مايكروسكوب وللالكترون مايكروسكوب، بينما الفورمالديهايد 37% فورمالديهايد لا تصلح الا لللايت مايكروسكوب. في عنا other fixative that can be used for electron microscope، مثل combination from formaldehyde والglyceraldehyde. في عنا osmium tetroxide. هسا osmium tetroxide اللي بيميزها إنها بتسوي fixation وبتسوي عندك some sort of staining، يعني بتسوي عندك غير الفيكسيشن نوع من أنواع الصبغة بنسميها heavy metal staining، وهاي بنستخدمها mainly للسكان إلكترون مايكروسكوبي لما بدنا ندرس السطح الخارجي للخلية. أوكي؟ so it's gonna stain، خلينا نحكي الليبيد الموجودات على الممبرين ستركتشر، and it's going to stain also the vesicle that locate within the cell. واضح؟ فالأوزميوم تيتروكسايد ممتازة للإلكترون مايكروسكوبي، especially if we gonna use the scan electron microscopy، ورح نحكي عن أنواع الإلكترون مايكروسكوبي later on، يعني اللي ما فهم السكان إلكترون مايكروسكوبي رح نحكي عنه بعدين. الهيفي ميتال ستينينج رح أورجيكو صورة إلها later on. أوكي؟ بس بدي تعرفوا أنه الفيكساتيف ماتيريال نوعين، واحد لللايت مايكروسكوب واحد للإلكترون مايكروسكوب. الكونسنتريشن مهم، والمادة اللي بنستخدمها لللايت مايكروسكوب مش شرط تشتغل عندك على الإلكترون مايكروسكوب. واضح؟ واضح. نيكست، في أي استفسار؟ لا لا، بس كنت أسألك البرسنتج مطلوبي منا حفظ صح؟ ما حكيت لك النسب مهمة. أوكي. نيكست اتفضلي. كنت بدي أسألك هسا القلب اللي إحنا ليش بنحقنه، بما إنه في يعني انبوب بالدم بيفوت ال بلكي صار عندك blood clotting خلال لما أخذت القلب، هذا معناته إنه الفيكساتيف ما رح تفوت لجوا، لأنه أساس الوعاء مسكر. أنت لما بتسوي بريفيوجن منه دخلت المادة، ومنه إذا في دم طلع. تمام شكرا. أوكي. النكست ستيب اللي هي الإمبيدينج والسكشنينج، هاي بتحتوي على 5 مراحل: dehydration, clearing, infiltration, embedding, trimming. هسا بعد ما سوينا fixation، وفي شغلة بدكم تعرفوها، هسا انتو لما تحطوا التشو بالفيكساتيف ماتيريال ما رح تضل forever.
إذا ضلت فوريفر أوكي ممكن تحطوها بالفكساتيف ماتيريال وتضل عنكم 6 سنين 7 سنين، بس لما تيجوا تكملوا البروسيجر عشان تسوي سلايد ما بتستفيدوا منها. الفكساتيف ماتيريال التايمينج تبعها مهم، يعني ممكن لتيشو صغير تحطوها 24 ساعة، إذا كان كبير مثلاً 3 أيام. طبعاً التايمينج بيعتمد على حجم التيشو وبيعتمد على السكشن اللي أنتم ماخدينه. عشان تكملوا الخطوات إلى النهاية لازم تهتموا بالتايمينج. هسا الخطوة الثانية اللي هي الديهايدريشن، سوينا فيكسيشن والتيشو صار عنا صار له تحنيط خلينا نحكي، هسا بدنا نسوي ديهايدريشن وهي عملية إخراج الماء واستبداله بشغلة تانية، وهنا بيتم عملية استبدال الماء بالإيثانول بالكحول. أوكي سو عشان نسوي هاي الخطوة بناخد التيشو وبنحطه بفيريوس جريدينت اوف إيثانول. هسا أول ما بتاخد التيشو ما رح تحطه على طول بمية بالمية إيثانول، لأنه هيك أنت بتصدم التيشو بتطلع المي وبتسوي شرينكينج للسيلز عند التيشو، هون أنت بتخسر المورفولوجي تبعت التيشو. فاللي بده يصير أنت بدك تحطها بفاريس كونسنتريشن، وبتبدأ عندك بلو كونسنتريشن بتبدأ تحركها شوي شوي لحد ما توصل للمية بالمية. أوكي هسا ليش عنا الفاريس كونسنتريشن هيك؟ لأنك أنت بدك تسوي واشنج للإمبريو، يعني عملية غسيل، يعني بدك تطلع المي شوي شوي وتستبدلها بالإيثانول مشان تحافظ على شكل السيلز and the morphology of the cell inside this tissue. طبعاً إحنا متعودين إنه نبدأ بـ 50%، في ناس بتبدأ في 30%، وهذا مش غلط، واضح؟ هسا نفس الإشي تنقلها من 50 إلى 70، ومثل ما بتلاحظوا 70 عنا مرتين. هسا المرة الأولى بتحطها for certain amount of time، والمرة الثانية بتقدر تخلي فيها التيشو forever. أوكي؟ إذا وصلت هذا التيشو إلى 70% في إيثانول بتقدر تخليه على طول وبتحافظ على المورفولوجي تبعته، وبتقدر تستخدمه لأي histological procedure بدون ما يأثر عليه. فالسبعين بالمية إيثانول هي نوع من أنواع التحنيط المحبب للهيستولوجيست. أوكي؟ إذا تعديت 70% لازم تكمل البروسيجر للآخر، وإلا بتخسر النسيج تبعك. يعني ما بتقدر تقول أنا تعديت 70 خليني أخليه بالتسعين، ما بتزبط. So we're gonna start with 50% إيثانول، يعني 50% عندك 50% إيثانول 50% ماي، بعدين 70% إيثانول عندك 70% إيثانول 30% ماي، بتحطها مرتين 90% إيثانول then 100% إيثانول. بعد ما تخلص الإيثانول بدك تحطها بمادة اللي اسمها هيستوكلير أور زايلين. هسا هاي المادة شو وظيفتها؟ الهيستوكلير أور زايلين وظيفتها إنها تسوي عنا إذابة للدهون في هذا النسيج وتسويه مور كلير، أوكي، أكثر شفافية. فبعد ما نخلص الإيثانول منسوي ديبينج أو منحط هذا النسيج في مادة either الهيستوكلير أو الزايلين. أوكي اثنين بيشتغلوا نفس الإشي. This material is going to clear the tissue and dissolve the fat within this tissue. Any question؟ دكتورة يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتورة هسا إحنا أي عينة بدنا نعمل لها إلكترومايكروسكوب بدها تكون الخلايا اللي فيها ميتة، هسا الأنسجة هاي بتكون خلايا اللي داخلها بنعمل على تمويتها قبل ما نعمل أي لا دراسة؟ لا لا، أنت أول ما بتاخدها وبتحطها بالفكسيشن بتموت لحالها، يعني بتموت وبتحافظ على شكلها. بس في عندك كمان طريقة لدراسة الخلايا الحية، يعني إحنا ما بهمنا أن تكون الخلايا ميتة أو لا، أهم إشي أنك تحافظ عليها. لا، أنت بهاي الطريقة ما بهمك تموت، المهم تحافظ على شكلها والستركتشر داخلها. انت بهاي البروسيجر اما بدك تطلع على شكل القلب مثلا او شكل التيشو تتاكد شكله طبيعي او لا، بدك تتاكد من سيرتن بروتين موجود او صار له اكسبريشن وذين ذيس تيشو او لا، بدك تتاكد مثلا هذا التيشو الاوريجين تبعه جاي من الاكتوديرم اندوديرم، عرفت؟
تمام دكتورة، شكرا لك. اوكي، any other question؟ دكتور الديهايدريشن هون فور اذر لايت والالكترون مايكروسكوب صح؟ الديهايدريشن هون فور بوث اللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب. اوكي دكتور، عندي سؤال لو سمحتي. تفضل. هسه احنا بنعملها ديهايدريشن بإيثانول يعني مشان نحافظ عليها يعني لو بدنا اياها فور ايفر ولا شو؟ يا هسه اذا بدك اياها فور ايفر خليها بال70% الثانيه. لا قصدي اصلا يعني ليش نعملها ديهايدريشن؟ ليش بنشيل منها الووتر يعني؟ لانه الووتر ما ايش اسمه ب كيف بدي اقول لك اياها، لما تحط اشي بالمي شو اللي بيسويه؟ بيسويه زي مايع، زي بخربه يعني. الإيثانول لا بحافظ عليه، الإيثانول بسوي بريزيرفيشن للتيشو أو حفظ للتيشو، المي يعني. لا طب ما بأثر عليه الكحول يعني لما نحط 70% ما بأثر؟ لا، لأنك أنت زي اللي قاعد تستبدل المي بالإيثانول، فكمية السوائل داخل التيشو ظلت ثابتة. تمام شكرا. مرة عادي أضيف شغلة؟ تفضل. إنه برضو كان إحنا منشيل المي عشان الستينين. هسا بدنا نصبغ العينة، هسا لما بدنا نصبغ العينة أساسا كلياتها بدنا نسويها جامدة، هسا بحكي لكم عنها هاي الشغلة. بس كمان الإيثانول بعدين بدنا نسوي له ريبليسمنت بواكس أو OPT أو مادة تانية، سوري OPC. المي صعب تسوي لها استبدال، الإيثانول أسهل مثل ما حكى زميلكم. مشان الستينينج. Any other question؟ دكتور هلأ هو أنا بعرف أن الستينينج نحن بنحط الآخر شيء هاي الهستوكلير مشان يفتفت البروتينات والفات، لأن البروتين ما بيعمل ستينينج. لا الهستوكلير مشان الدوبي الواكس، ولما نيجي للستينينج بحكي لكم الهستوكلير كيف رح نستخدمه. هسا الهستوكلير إله استخدامين، واحد عند التشو، واحد وإله استخدام قبل الصبغ. أوكي تمام. هسا لما نيجي قبل الصبغ بحكي لكم، بلاش نسبق احسن لنسوي كونفيوزنج للموضوع. خلينا هسا انه لسات التيشو مثل ما هو بلوك واحد، وحطيناه بالهيستوكلير، دوبنا الفات اللي فيه وسويناه مور ترانسبيرنس. طيب هذا الدكتور بيختلف عن انه مثلا بدي احضر سامبلز للبشر، انه انا بعرف انه بالجينيتكس نحن بناخذ مواد تانية، بناخذها الجينيتكس غير، احنا هون بنحضرها لهيستولوجيكال بارت، الجينيتكس غير. يعني هو أنا مش بشر نحن بناخذ، لانه مثلا حتى لو اخذت عينه، حتى لو اخذت هيومن سامبل عادي بتقدر تستخدميها هيك، بس في عندك اساسا طرق تانية يعني. هاي المين ثينج للهيستولوجي بارت. تمام اوكي. لا ما مليان طرق للدراسه مش بس هذا، بس خلينا نحكي هاي السمبلست واي. في صدى صوت، في صدى صوت، في ناس فاتح المايكات ومش قاعد بتسأل. لو سمحتوا 100 مرة نبهنا، لو سمحتوا سكروهم. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. هسه احنا ليش بنكمل بعد 70%؟ بتكمل مشان تسوي سلايد مايكروسكوب، مشان تطلع عليها تحت المايكروسكوب تشوف اللي بدك اياه. احنا ليش بنسويها من الأساس؟ إلا إذا في عندك بيربوس أو هدف معين. إنه إذا بدي أكمل الخطوات لازم أوصلها 100%. لازم توصلها لسلايد مايكروسكوب مش لمية بالمية. لا أنا بحكي عن بس الديهايدريشن. لا الديهايدريشن إذا تعديت 70% بدك تكمل للآخر، يعني لازم تسوي سلايد مايكروسكوب. طب ليش يعني؟ تمام. دكتورة خليتها 70% ما بقدر أسوي لايت مايكروسكوب. ال70% بتقدر تحفظ النسيج، بتشتغل as a preservative material عادي، بتحفظ النسيج وبضل مثل ما هو. وإذا بدك تكمل بعدين بعد 3-4 أشهر مثلا بدك إياه هذا النسيج مثل ما هو بضل عندك، تقدر تستخدمه وتكمل لسلايد مايكروسكوب. تمام، بس إذا كملته 100% بقدر أشتغل عليه على طول. إذا 100% لازم تكمله على طول. تمام يا دكتورة الله يعافيك. دكتورة بيانات الفترات زمنية كل نسبة؟ كل نسبة إلها تايمينج. طبعاً مثل ما حكينا التايمينج بيعتمد على حجم النسيج، النسيج صغير بأخذ وقت أقل، يعني ممكن النسيج يقعد 30 دقيقة بكل سيب أوف إيثانول، ممكن يقعد 3 ساعات. دكتورة
النكست ستيب بعد ما سوينا ديهايدريشن اللي هي بدنا نسوي هذا شو اسمه اللي هي الامبيدنج، انه بدنا هذا التيشو يعني بعد ما احنا شلنا المي منه وبعد ما حطيناه بالهيستو كلير ودوبنا دهون كثير صار عندك طري ما بينفع تسوي له سكشنينج، كيف بده يقطع معك؟ فانت لازم تسوي له امبيدنج ان ا سوليد ميديا، يعني لازم تحطه فعلا في صدى، والصدى على فكره جدا مزعج. دكتورة في شاب، في شاب اسمه هند انجادات ناس المايك فاته، يا ريت اذا بسكر. لو سمحت سكره. دكتورة بعد اذنك من البارتيسيبنت كريم الميوت اقول له دكتورة تقدر تسكري من عندك. دكتورة سكري من عندك. ما انتوا المشكله انا عندي 200 وهذا طالع وين بدي الاقيه؟ دكتورة بس تسكريه وتردي ترجعيه للكل يعني تلقائي بتسكريه. دكتورة في سيرش، في سيرش قدرت تعمل عليه سيرش. قدرت تعمل ميوت اول دكتورة للكل. اوكي. النكست ستيب انه احنا بدنا نحط هذا التيشو اللي صار عنا جدا خلينا نحكي رخو بسوليد ميديا ان اوردر تو ميك ات خلينا نحكي hard to be section، يعني لازم نحطه بسوليد ميديا مشان نقدر نعمل له سكشنينج. السوليد ميديا هاي عنا ثلاث أنواع تعتمد على النسيج، في عنا البارافين، والبارافين هو عبارة عن الكاندل واكس أو نفس الشمع اللي بنستخدمه في تصنيع الشمع العادي، هاي الشمع اللي بتشغلوها. أوكي، في عنا سكند ماتيريال اللي هي البلاستيك ريزون، في عنا الأوسيتي الأوبتيمال كاتينج تمبريتشر كومباوند. هسا البارافين هي أكثر مادة مستخدمة especially in the light microscope، أفضل إشي هي لللايت مايكروسكوب. هاي المادة بتعتمد على الحرارة، فاللي بده يصير إنه بدنا نسوي عملية replacement للإيثانول with this paraffin wax، وإحنا بنعرف يعني كلنا شفنا شمع، فالشمع درجة حرارة الغرفة بتكون عنا صلبة، عشان هيك هاي البروسيجر لازم تكون عنا within an oven، يعني بتكون عنا داخل فرن حراري حرارته تتراوح من 52 ل 60. اوكي، اقل من 52 الشمع عنا بتصلب، اكثر من 60 التيشو عندك بخرب، فلازم تكون حرارته بين 52 ل 60. بتحط الواكس او بتذوب الواكس وبتصير تحط التيشو مع الواكس within this oven، وبتضلك تغير الواكس لحد ما توصل لستيج بيكون عندك فيه التيشو تشرب الواكس بشكل كامل وصار عندك سوليد. هسا بتذكروا لما حكينا على الهيستو كلير يعمل على إذابة الدهون، احنا ليش ذوبنا الدهون؟ مشان نسوي له ريبليسمنت او عملية استبدال بالبرافين واكس. اوكي، عشان نسوي له عملية استبدال بالواكس، وبالتالي جعل هذا النسيج أكثر صلابة. next material اللي هي البلاستيك ريزون. البلاستيك ريزون mainly used للإلكترون مايكروسكوب. هسا لازم نعرف إنه هاي المادة لا تحتاج إلى حرارة، يعني منقدر نسوي هاي البروسيجر at room temperature، وبالتالي we going to prevent any تيشو شرينكينج. اوكي، راما مرعي ريز هير هاند شوي بارتيسيبانت. تفضلي. المحاضره حتخلص فالريكورد هيروح اذا سكرت لحالها عشان والله. طيب بسكرها وبنرجع منفوت على الجزء الثاني. اوكي، ايوه، في عندكم اثنين لينك، ففوتوا على اللينك الثاني، فخليني انهي هاي المحاضره ومنكمل عند البلاستيك ريزون بارت. اوكي، افويد التيشو شرينكينج، رح نتجنب عملية الشرينكينج اللي رح تصير بسبب الحرارة. اوكي، هسا في عنا مادة ثالثة اللي نسميها OCT. هسا OCT هنا اللي بدك تعمله، بدك تاخد التيشو، لا بدك تسوي له فيكسيشن ولا بدك تسوي له ديهايدريشن ولا اشي، تاخد التيشو من هون بتحطه بالمادة من هون وبتجمد على على طول. اوكي، هسا اللي بدك تصير انه هون بعد ما تجمد التيشو على طول بس بتقدر تحفظه بالفريزر،
ولما بدك تسوي له سكشنينج اللي بيفرق هاي المادة عن المواد الأخرى، إنك بدك تسوي له سكشنينج في جهاز درجة حرارته ناقص 10، يعني بتتجمد وإنت بتسوي السلايد مايكروسكوب صراحة. أوكي هسا اللي بيميز هاي المادة، أول إشي خلينا نحكي البلاستيك ريزون عمل على أنا شرائح مايكروسكوب حجمها أو الثيكنس تبعها أنحف من البارافين واكس، والأوسيتي بتعطيك شرائح مايكروسكوب خلينا نحكي حجمها بين البلاستيك ريزون والبارافين واكس. أوكي بس إنه مثل ما حكيت لكم يعني بدك تضطر إنك تقطع هاي المادة على درجة حرارة ناقص 10، ما رح يكون عنا dehydration، ما رح يكون عنا fixation، ما رح يكون عنا يعني بدنا نتجنب كل الخطوات السابقة وناخد التشو وعلى طول نحطه في OCT. هسه هون بهاي المادة بما إننا تجنبنا كل الأشياء التانية إحنا حفظنا التشو بشكل أفضل. عملية هون متى بنستخدمها هاي المادة؟ لما يكون عندك تشو أول مرة بدك تستخدمه وإنت ما بتعرف قديش التايم للفكسيشن المناسب، قديش التايم للديهايدريشن، ما عندك فكرة عن التايمينج وما عندك أنسجة إضافية اللي هو تختبر وتصير تتحذر قديش بدك وقت. فهون بتتجنب كل إشي وبتستخدم هاي الطريقة. بس السيئة فيها إنك أنت لما بدك تسوي كاتنج غير إنك بدك تسوي على ناقص 10، مش دايماً المورفولوجي أو الشكل العام بطلع عندك مرتب أو بطلع عندك مثل ما بدك. واضح؟ Any question؟ في كان شاب رافع إيده، تفضل. دكتورة يعني هاي طريقة ثانية غير على حفظ النسيج غير الفيكسيشن؟ هاي هون ما بتسويش ولا إشي، بتمسك النسيج على طول بتحطه بالOCT وبعدين تقدر تسوي شرائح مايكروسكوب على طول، تختصر وقت مثل ما حكيت لك، ما بتضطر لا للفيكسيشن ولا للديهايدريشن ولا لإشي، بتنتج شرائح مايكروسكوب رقيقة لكن إلها سيئتين. أول إشي إنه التشو بعد ما تحطه بهاي المادة بده يضل دائما مجمد، حتى عملية الكاتينج تبعه بدها تكون على ناقص 10، وغير هيك المورفولوجي أو الشكل العام للنسيج ما بيكون كويس. يس تفضل. الويتنج بعد اذنك. تفضل. الويتنج روم بعد اذنك بس. انا والويتنج روم. يلا انيبل الويتنج روم. يلا كملوا. مين عنده استفسار اخر؟ دكتورة هسه تقتل تقطيع الشرائح بيكون بعد تخلي الايثانول 100%؟ لا، تقطيع الشرائح بعد ما تحطها بالواكس وبعد ما تحطها مثلا بالبلاستيك ريزون او بعد ما تحطها بهاي الماده، مش بعد الايثانول. بعد الايثانول عندك هيستو كلير، بعدين عندك واكس، بدك تجمد التيشو عشان تعرف تقطعه. ايوه دكتور. هون عمليه التقطيع بتكون بسبب درجه الحراره انه حطيتها على ناقص 10؟ عمليه التقطيع اذا انت حطيت شوي، إذا أنت حطيت النسيج بالبرافين أو بالبلاستيك ريزون بتكون على الروم تيمبريتور، بس أنت إذا جمدت التشو بالOCT هون بدك تقطعها ناقص 10. دكتورة ونسبة أنها تكون سميكة يعني في نسبة محددة ولا لا؟ هسا أطلع حسب الجهاز. هسا أنت تمسك النسيج تبعك بتحطه في قالب، أوكي، بعدين بتحط الإمبيدينج ماتيريال إن كانت البارافين واكس أو البلاستيك ريزون أو الOCT حسب المادة اللي بتستخدمها هسا، وبعدين بتتركها تجمد على درجة حرارة الغرفة overnight. هسا النتيجة بطلع عندك هذا القالب، شايف اللي هون؟ أوكي. بطلع عندك النسيج وحواليه في عندك إيذر البارافين واكس أو البلاستيك ريزون حسب المادة اللي بتستخدمها. هذا القالب اللي فيه البلاستيك ريزون أو البارافين واكس والتيشو هو اللي بدك تقطعه. هاي عندك أشكال القوالب اللي ممكن تستخدمها، هياتها شايف، بتحط النسيج تبعك، بتحط فوقه الواكس
وبتجمده هيك بيطلع شكله. يعني بعد ما أجمده باجي بدي أقطعه. أيوة هيني ماشي معك خطوة خطوة، شايف حطيت نسيجك حطيت الواكس وجمدته وطلع عندك هاد البلوك. إذا هاد البلوك بدك تستخدم هدول المشين مشان تطلعه لسلايدات جدا رقيقة. آه دكتور. أوكي هسا أنت لما سويت القالب تبعك شايف النسيج تبعك صغير، وهذا كلياته اللي حواليه واكس unnecessary واكس، يعني واكس أنت مش بحاجته. أوكي شايف يعني هذا النسيج تبعك وهذا كلياته اللي حواليه واكس أنت مش بحاجته. فالخطوة الثانية بعد ما تجمد عندك بدك تسوي تريمينج. التريمينج اللي هي عملية إزالة الواكس الزائد. أوكي بعدين بتحط إما بالمايكروتوم، المايكروتوم اللي هو هذا الجهاز اللي هون بتستخدمه لتقطيع شرائح سماكتها من 1 إلى 10 مايكرومتر، مايكرو مش ملي، مايكرومتر جدا رقيقة. هسا هذا الجهاز mainly used للبرافين واكس والبلاستيك ريزون. أوكي هسا إذا كنت أنت مسوي embedding للتيشو بالبرافين واكس ما بتقدر تقطعها لسماكة 1 مايكرومتر بتتكسر معك، يعني ممكن توصل لحد 5 مايكرومتر ماكس. أوكي هسا البلاستيك ريزون بيمنحك قدرة إنك تقطع العين اللي عندك لشرائح أرق من 5 مايكرومتر، ممكن توصل عندك ل 1 مايكرومتر. طبعا الجهاز اللي هون مثل ما حكيت لكم اسمه مايكروتوم، الجهاز اللي صورته بالأعلى اسمه مايكرون مايكروتوم. يعني دكتورة بتختلف تختلف السماكة باختلاف الجهاز، بتختلف باختلاف الجهاز والمادة اللي عملت فيها embedding. إذا المادة برافين واكس بتعطيك خلينا نحكي أسمك تشو يعني لحد up to 10 مايكرومتر من 5 إلى 10. إذا البلاستيك ريزون لا، البلاستيك ريزون تقدر تقطع التيشو إلى شرائح أرق. أوكي دكتور مثل ما حكيت لك الـ OCT كمان بتعطيك شرائح رقيقة بس المورفولوجي تبعتها مش بزيادة. مثل ما حكيت لكم هذا الجهاز، هاي التيشو عندك هون تبدأ تقطع فيه إلى شرائح رقيقة. الجهاز اللي بالأسفل اسمه مايكروتوم تقدر تقطع فيه لحد يعني لحد سماكة 1 مايكرومتر، الجهاز اللي بالأعلى اسمه مايكرون مايكروتوم بعطيك شرائح أرق من 1 مايكرومتر. هسا اطلعوا على هاي الصورة، هاي الصورة كتير حلوة. شو شايفين؟ هذا البلوك اللي عنا، هذا التيشو تبعنا، فأنت بتثبت البلوك بالمايكروتوم وعندك شايفين هدول الأسهم الحمراء هون بتحط عندك بليد، بتحط شفرة، شفرة جدا حادة بتقدر تقطع إصبع واحد. عشان هيك لما تستخدم هذا الجهاز رغم إنه استخدامه جدا سهل لازم تكون جدا حذر ما تجرح حالك. كل مرة بتحرك الإيد اللي هون هاي بتنزل إلى الأسفل وبتعطيك شريحة، كل مرة بتحركها هاي بتنزل إلى الأسفل وبتعطيك شريحة. الشرائح بتجي عنا على شكل ريبن أو على شكل حبل. هذا الحبل بيحتوي على الواكس، بيحتوي على شريحتك. أوكي شايفينها؟ سو هاي الدائرة هاي موقع الشريحة، وهذا اللي حواليها إكسس واكس لسنا بحاجته. واضح؟ ترى كل هالعمليات بس عشان نجيب الواكس؟ إيش؟ العمليات هاي كلها بس عشان نزيل الواكس عن الشريحة؟ عشان أنت لسه ما وصلناش لإزالة الواكس، إزالة الواكس بعدين. هسا النتيجة النهائية عندك أي خط فيه شريحتك وفيه واكس. هسا طلع الخط شو ماله؟ مجعد مطعج صح؟ احنا ما بينفعنا مطعج، احنا لازم نشده، لازم نرجع لوضعه الأصلي. فمنمسك شريحة الميكروسكوب منحطها على هذا الإشي، هذا الإشي منسميه هيت بلوك. أوكي أو طاولة حرارية، منحط على شريحة الميكروسكوب شوية مي ومنمسك الريبن تبعنا ومنحطه على المي. لما تحطه على المي بفرد معك،
بتتركوا على هذا الهيت بلوك لحد ما المي تنشف، وهي النتيجة النهائية، شريحة مايكروسكوب عليها التيشو تبعك زائد الواكس ملزقين. فهمناها؟ أي سؤال؟ دكتورة إشي تفضلي. دكتورة مش حكيتي أول إشي إنه إحنا منزيل زوائد الواكس بالجميل؟ بتزيلي زوائد الواكس بس قد ما قدرت تزيلي ما رح تقدر تزيلي كله إلا يضل في واكس. تمام. كان حوالينها أو داخلها، حوالين النسيج أو داخل النسيج. يعني التريمينج ما بيشيل كل الواكس كامل. تمام. هسا التريمينج بقلل من الواكس مشان الشريحة عندك تيجي على حجم سلايد مايكروسكوب، وتقدر تحط أكثر عدد من الشرائح على السلايد مايكروسكوب. يعني هون مثلاً محطوط خط واحد، على فكرة أنت بتقدر تحطي لحتى التخطوط عليها أنت وشطارتك. قديش بتسوي تريمينج؟ أني أذر كويستشن دكتورة، في سؤال عندي تفضل. هسا السلايسز اللي عملناه مناسبات لللايت والإلكترومايكروسكوب ولا في تخصص ثاني؟ يس. بس ما بقى حكيت لك السماكة إلها دور والإمبيدينج ماتيريال إلها دور. أها. أوكي. دكتورة. دكتورة في محاضرة على 12. طب كم الساعة؟ إلا دقيقتين. أوه أوكي. إذا حد عنده سؤال، إذا حد عنده سؤال. أنا دكتورة. 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 أنت بعدين زميلتك. دكتورة حسا الهيت بلوك مش دكتورة اللي ما عنده يغادر. اللي ما عنده يغادر.